من الجهة اليسرى، وبعد ذلك التدخل يأتي من تحصل على ركلة جزاء. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء تأتي في من خلال ركلة الجزاء. سفيان، سفيان، أوهو، بوفال هو من بدأ البطولة بهدف في مرمى المنتخب الغاني، يسجل الآن من علامة الجزاء في مرمى الفراعنة، ويتقدم لأسود الأطلس صاحب الفأل هنا في هذه البطولة وأول أهدافها. محمد عبد المنعم ومع عمر كمال يقدمون أسماء حاضرة في تشكيلة المنتخب المصري، وعمر أيضا مميز جدا على المنتخبين خلال أحداث هذه البطولة. ومن خلال هذا المرمى ياسين بونو، محمد يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، سايس يلعب مع وولفرهامبتون، وأيضا في نفس الدوري هنالك ماسينا مع نادي واتفورد. سفيان مرابط، مشاري في المنطقة عادت مرة أخرى. أوهو، حلوة الكرة المغربية، والتسديدة بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى لقطة يطالبون من خلالها حكم المباراة ربما بإشارة البطاقة الصفراء. عموما كرة إلى صافرة موجودة، سقوط في أرضية الميدان عن طريق محمد صلاح، ملعوبة في الجهة اليسرى، لكن أيضا كاسي أمامية ملعوبة من أحمد الآن، محاولة الوصول إلى من؟ إلى محمد صلاح، لكن تغطية بتوقيت مميز جدا جاءت عن طريق آدم مسينا، وبعد ذلك يعيد الكرة والمحاولة إلى نايف فاجيرت. هذه الكرة ياسين بونو، كرة بمحاولة ملعوبة وتسديدة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. محمد يلعبها داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام هدف التعديل، كرة بمحاولة، محاولة ملعوبة. لا 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 لا، مصطفى محمد يسدد بالقدم اليمنى إلى خط، تعود إلى تسديده ياسين بونو في المكان المناسب، يتصدى لمحاولة خطيرة جدا للمنتخب المصري، كانت عن طريق من؟ عبد، أداء ربما يعتبر الأفضل خلال منافسات هذه البطولة مع الشوط اللي لعب بشكل مميز جدا أمام منتخب كوت ديفوار. مصر تحمام الجميع، لا زالت مستمرة وتسديدة ملعوبة. أيضا وصول مصر إلى الدور نصف النهائي يعني بأن كيروش أوفى بوعده للقاء الكاميرون، بينما في الجانب المقابل ياسين يواصل الطيران والتحليق ويواصل الذود عن المرمى. أسد الأطلس ياسين بونو، ياسين بونو، سالت مستمرة وقائمة عرضية خطيرة جدا مرت من المتميزة جدا من خلال أحداث شوط المباراة الآلي جدا من عمر، عرضية داخل منطقة الجزاء والتغطية داني صلاح يدخل إلى منطقة الجزاء، كرة ملعوبة. لا 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 لا، تريزيجيه، تريزيجيه بالقدم اليمنى يسدد، وكرة جيد وتقترب من المرمى، عرضية ملعوبة خطيرة. أجيرد، أجيرد في التوقيت الركلة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. لا 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 لا، عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح، يضبط الثامنة بتوقيت عاصمة الدنيا من أجل الثامنة، يصل إلى المرمى يسجل التعديل، وصلت رأسية في المرة الأولى. محاولة وانطلاقة من الجهات اليسرى الآن لمصاعة 20 في القاهرة، ومن ثم بعد ذلك سيسافر بعد 5 أيام يوم 29 ليواجه السنغال على أرضية ميدانها منطقة الجزاء. محاولة للمغرب الآن، بوفال يسقط في أرضية الملعب، والكرة طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند جاباسكو. هذا يتراجع أيضا سولية، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، لكن طالت على يوسف نصيري، طالت على يوسف نصيري وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة من أمام محمد صلاح لا زالت مستمرة، عرضية الآن هنا عن طريق محمد صلاح يبحث عن التقدم والمرور، ينجح في ذلك، ثم بعد ذلك العرقلة صافرة من حكم المواجهة ماجيتي ولا برا الملعب.
احتجاج ربما على قرار حكم المباراة وبداخل منطقة الجزاء. محاولة ملعوبة خطيرة جدا، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، تغطية دفاعية وإبعاد مع وجود عبد المنعف. وما بين عبد المنعف كرة فيها سقوط من منير الحدادي، خطأ لمصلحة المنتخب المغربي، خطأ على مشارب المغربي. منير يلعب المحاولة مباشرة كان في وصول أكثر باتجاه المرمى، وحارس المرمى ياسين بونو، كرة فيها تدخل، صافرة موجودة وخطأ يأتي على يبدو مصطفى محمد، خطأ على مصطفى محمد. ودائما منير الحدادي على تنفيذ لعب المحاولة داخل منطقة الجزاء، الرسال قائم والمحاولة مستمرة، عرضية رأسية جاباسكي في التوقيت المناسب يقف في اللقطة الماضية ركنية على يمين حارس المرمى، ملعوبة داخل منطقة الجزاء جدا. هذا ريان، هذا ماي، هذا ريان، طلق ريان وابعدت الكرة. محمد صلاح يمرر إلى تريزيجيه، وتريزيجيه يسجل، يضع الكرة في المرمى ليتقدم المنتخب المصري. الآن مصر تقلب الطاولة على المغرب وتسجل الثاني عن طريق تريزيجيه وبأقدام صلاح.